الأهلي يفوز على الوداد 2-1 بعد مباراة قوية ويؤجل الحسم لمباراة العودة إن شاء الله. كابتن شريف، فوز كنا نتمناها ثنائية نظيفة ولكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله الحمد لله، الولاد عملوا أكتر طاقة عندهم النهاردة. لعب فرقة برضو فرقة كويسة ووصلت الفاينل وعندها باع كبير معاك ودايما بتلعب معاك الفاينل، وفرقتين عارفين بعض كويس قوي. ولكن أنا بشوف إن الأهلي كورته أحسن، كورته على الأرض هو اللي بيتحكم في زمام الأمور. هما فرقة جاية النهاردة لسبب واحد، هي جاية تتعادل أو تحرز هدف وتكون النتيجة مش كبيرة قوي تطلع بقى للخسائر. ولكن أنا عايز أقول حاجة، الأهلي كسبان 2-1 النهاردة. احنا كسبانين 2-1 النهارده، لا يروح يجيب جول هناك، المشكله هناك عندهم. الاهلي ما جابش جول هناك وهم ما جابوش جول، مشكله ثالثه ورابعه وخمسه. احنا بنحارب دايما الظروف، بنحارب حتى واحنا بنلعب هنا بيجينا حكام بعد ما جبنا الجول الثاني الكوره كلها، كل الكور علينا احنا فاولات، كل الثمان دقايق الاخرانيين هم مضيعينهم، اللي هو اداهم هم مضيعينهم ثاني، يعني ضيعهم ثاني. في احنا لازم عندنا ثقافة التعامل في الملعب، وده احنا محتاجينها في الماتش هناك. احنا لعبنا النهاردة على قد الفرص اللي جات لك، انت جبت منها اثنين، ما جات لكش فرص كتير، ولكن المبدأ انك انت فزت النهاردة. انا شايف ان الدنيا السكوت عشان الجول اللي جه، ولو اتغلبنا واحد هناك خلاص هياخدوا مننا. ايه الحالة ان شاء الله هنحسمها هناك، ثانية واحدة هتتحسم هناك بإذن الله. ايه الحالة وانت احسن؟ بتبقى كل عندك ظروف كتير وعندك الدنيا انما انت احسن. انت لو لعبت اللعب بتاعك العادي جدا تكسبهم 2-3، وانت كسبانهم 2 على ارضهم قبل كده، وبيترعبوا منك اول ما بتهجم عليهم وبتضغط عليهم بيفكوا. يا جماعه مش ما الدنيا ما خلصتش لسه، عشان جاي فيك جون في وقت كمان صعب. فانت تغييرات حتى انا مش شايف، بس الكوره تغير مكان بمكان، مع يعني كان تغييرات متاخره حاجات كتير. انما انا عايز اقول لك حاجه، انت النهارده انت اللي حاطط رجلك في الفاينل، النهارده انت اللي كسبان، وانت فاكر سهل جدا انك تروح تلعب والفرقه اللي قدامك ضامنه انها تجيب جول. بقى كنت بتكلموا قبل البتاع على اتحاد العاصمه والفرق الثانيه، اتغلب على الارض 1-0. ايوه ال 90 دقيقه يا جماعه دي قصه ثانيه. ما كان في فاينل من كام يوم انا بتفرج عليه، روما واشبيليا، وضربات جزاء وتعادل وبالشق الانفس، مظبوط، وروما هي اللي بتتقدم واحد واحد. يعني ده فاينل، مش انا جبت جون على ارضك هنا نفس في الشكل ده يبقى انا كسبت خلاص. لا مفيش كلام ده. الكلام ده انا اشوف ان انت تجيب جونين ويجي فيك جول، تجيب ثلاثه ويجي فيك جول، عادي جدا انك تحافظ على شباكك وانك انت تطلع سليم من المباراه. ده قدر الله ما شاء فعل، ربنا عايز كده. صح. ربنا ان شاء الله بيحط لك حاجه تتوج بيها هناك. انت كمان اتكلمت يا كابتن شيف على اتحاد العاصمه ويانج افريكانز امبارح. هي مش سيناريو، هي مش عافيه يعني، هي مش عافيه هنا على ارض انا ضمنت خلاص. لا ايوه انت وريتني انت عملت ايه هنا، انت بتلعب على اخطاء من عندنا تبقى موجوده عندي. بالظبط، يعني الخطا والباص والتعب حل، التفكير ما بقاش مظبوط. وبعدين الكره جات لك وجات لك تاني فبترجعها تجيلهم هم، عشان كل حاجه تتعمل مظبوطه جدا والكره تخبط في رجل واحد. ده قدر الله ما شاء الله، ربنا عايز كده، ربنا عايز كده. الحمد لله على الفوز، الحمد لله ان احنا الكسبانين. المشكله عندهم هم مش مشكله عندنا احنا. احنا ما احنا نلعب زي 4-5-1 وقابلني لو راحوا جابوا فيك جول كويس، هيحاولوا بقى بجل الحكام بالاي حاجه. لا انت فرقه كبيره، انت تقدر تروح تجيب جول هناك وتحطهم بقى في، وتقدر تجيب جول تاني كمان. فزي ما دخل فينا جبنا هنا 2، احنا عايزين نجيب جول هناك تلعب بارتياح اكتر. مين اللي هيبقى عنده مشكله يا ايمن؟ هم اللي عندهم ضغوط ومشكله. كماتش الحقيقه على فترات الراجل المدير الفني بتاعهم غير التكتكس بتاعتك، وانت قلت ان هم برضه هيحافظوا ان هم يبقوا مغلوبين، لا هجم عليك في الشوط الثاني وعايز يعمل ضغط من قدام، عايز يستحوذ، عايز يبقى له وجود، والحظ اداله الحقيقه. الكره اللي جت فينا دي فيها روح منهم وبريس عليك وكل حاجه وضغط، ولكن الكره خدمتهم وراحت. وشوبير الحقيقه النهارده 10 على 10 انقذ 3 4 كرات في 90 في اكتر من 90 دقيقه. ده النهارده لولا بس الجون اللي جه ده كنا اشدنا بحسين الشحات وشوبير، وبنشيد بحسين الشحات وشوبير، وبنشيد بالفرقه كلها. وباذن الله
المباراه اللي هناك انت نازل وانت منتصر يعني ان شاء الله عشان اللعيبه تفهم وانتم فاهمين وكل حاجه. بس المضايق الجول اللي جه مش هنخش بقى في حاله ايه الانهزاميه اللي احنا والخيالات والاشباح هيجي فينا جون مش هيجي فينا جون ان شاء الله وفرقتك تبقى باذن الله يعني متعافيه هناك وواقف على رجليها. وعلى فكره الاهلي هيلعب بروح ثانيه خالص واقوى من الماتش اللي لعبه هنا، والاهلي هيلعب هناك احسن ما لعب هنا ولينا كلام تاني ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء فوز مستحق ومنطقي، ولكن بعد الهدف من مباراه العوده ليها حسابات اخرى. بص يا ايمن، الهدف اللي انت استقبلته ده غير كل حاجه في مباراه العوده، غير مفهومك انت. بقول لك بعد الهدف ليه حسابات اخرى. طبعا خالص مفهومك انت من ناحيه كل حاجه. مش هقدر الوم الجماهير اللي هي تبقى قلقان على فكره، دي كره قدم هيقلق وعنده حسابات دايما الجماهير غير حساباتنا غير حساب كولر. كل واحد بيحسبها زي ما هو شايف. كل جماهير النادي الاهلي النهارده وبيتفرج في الاستاد وفي البيوت في اي حته عاجبها 2-0. أيوة لان خلاص الناس كلها عارفه ان هدف فيك في ملعبك بيسبب بعض المشاكل، انت ما تضمنش هناك ظروف المباراه اطلاقا. حد يقول لي تضمن ظروف المباراه هناك؟ لا استحاله. فدايما انت كنت بتامل ان المباراه تخرج 2-0 ولو خرج الثلاثه يبقى تمام، انت كده حطيت قدم ونص كمان في خدت الكاس. حساباتك اتغيرت كلها بره الملعب من جماهيرك، بين الناس اللي بتتفرج، بين الناس اللي بتنقد، بين المدير الفني، بين اللعيبه كمان، يعني كل واحد ليه حساباته. انت اهم حاجه عندك في كل المنظومه دي منظومه واحده بس. المنظومه اللي هي الجهاز الفني بالاداري واكيد اداره النادي لفه الكلام ده كله معاها هي. ده الاساس اللي يهمك، ولا يهمك كلام ناقد يطلع يتكلم، ولا بعض الجماهير المتشائمه بعضها مش كلها، في ناس كتير قوي عندها ثقه في لعيبه النادي الاهلي وده هيحصل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وفي بتقول لك لا ان شاء الله الاهلي قادر ان هو يعني يحافظ على المكسب ده وممكن حتى يرجع بمكسب، زي ما انت هو جيب في تجيب جول هنا انت سهل تجيب جول هناك، ان هو بيدور على المكسب من بدري. ده الكلام اللي هو ايه الخطوط العريضه اللي تقولها وتروح بعد بقى كده كله وتتكلم في المباراه فنيا. صحيح. فنيا انت المباراه مجملها انت مستحوذ، انت الشكل كويس، بس اختلف فكر. اتفضل ماشي. ما انا بقول لك ايه، افتكر الكلمه اللي هرجع اقولها لك تاني على المدير الفني بتاع الوداد. تعامله يا ايمن في المباراه انا بيعجبني جدا. هو عامل معاك ايه في اخر 25 دقيقه؟ راح ضغط عليك حتى تغييراته كلها هجوميه. كان لازم، ما اعرفش هو وجهه نظر، جايز اكون انا يعني وجهه نظري غلط، نحافظ على الجول. كان لازم حاجتين يحصلوا، كان لازم كولر يعمل تغييرات من بدري تنشيطيه حتى. انا موافق مكان بس اللي هيلعب يبقى لسه نازل كويس، عنده لسه عنده باور وهيتحرك وكده. كان لازم ده يحصل لان انت مع الوقت مهما كان انت بتبذل مجهود انت بتقل. هو عمل الصح، هو راح كل تغييراته هجوميه وضغط عليك من ناحيه علي معلول، هو ما ضغطش عليك من ناحيه محمد هاني بالظبط. ضغطه كله بقى من ناحيه علي معلول، الحته اللي كان فيها دايما المشاكل. ده يدل ان الراجل اللي واقف بره ده مش بيتفرج، ده عارف ايه اللي بيحصل، هو حافظك كويس قوي ومقدرك كفريق كبير. فهو عمل حاجتين في اول مباراه، قفل على علي معلول من البدايه خالص، من بدايه المباراه قفل تماما على علي معلول، حتى علي معلول بيحاول ويجري ويدخل جوه وكده تمام، بس مجهود بذل. وعلى حسب تير المباراه، انا بين الشوطين بقول لك انت بادئ بريتم عالي قوي فكنت شكلك كويس، وبعدين جيت هديت، وبعدين اللعب بقى هات شويه هنا وشويه هنا، رحت انت جايب جول حلو قوي، اتفقنا كلنا الحمد لله في الاستوديو ان هدف 1-0 بين الشوطين امتياز ليك، ربنا كرمك وراح بالتاني. في حاجتين كان لازم يحصلوا ايمن بعد شويه كده، كان لازم تغييرات في فرقتك، والحاجه الاهم اللي دايما يعني انت كنت عايز على الاقل الحفاظ على 2-0 حتى ممتازه، وفي احسن من كده ما يخش الجول خالص. 2-0 انت بتدور تخسر 3-0 في المغرب، انت بتتكلم في حاجه استحاله. هتقول مفيش كوره في حاجه اسمها كره قدم استحاله، لا استحاله تحصل. في النهايه مع النادي الاهلي المواضيع بتبقى صعبه جدا مع 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 الجيل ده، مع الناس المتعطشه للبطوله دي، لا كانت تبقى
مستحيله. والوداد يعني مش الفريق الجبار قوي اللي يجيب 3 اهداف. فده ده كلام انا. اسامه كان بيقول لك يا رب ما يجي فينا هدف. أي. لان هي بص دايما اصل احنا بنبص، ما انا بقول لك احنا بنبص للكوره او المباريات وجهه نظرنا مختلفه شويه عشان احنا عشنا الاجواء دي فعارفينها. 1-0 غير 2-0 غير 2-1. 2-0 نتيجه ممتازه. صحيح. كمدير كمدير فني كلعيبه كحتى وانت بتحضر للمباراه وانت مسافر كمان. ايوه الحسابات مش كتير ووجع دماغ وغصب عنك هتخش في في صراعات. أيوه. طب لو 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 لو, لو دي لو انت 2-0 اه عايز ايه؟ انت كنت عايز الشوط الثاني بعد 2-0 مستر كولر يلعب بنفس الفكر بتاع الراجل البلجيكي بتاع الشوط الاولاني. من ناحيه ايه؟ مش هقول يقفل مش قصدي مش قصدي طبعا يقلده. لا يقفل نص ملعبه بعد 2-0. 2-0 ايمن او تحافظ يعني 2-0 في وقت بدري. ايوه ده هو ريحك تماما. انت المفروض كنت من 2-0 لنهايه المباراه انت اللي تديرها بتغييراتك بتخلي حاجه في حاجه. احنا عارف مشكله عندنا ايه؟ في ثقافه اسمها جمد الكوره جمد اللعب. ايوه احنا ريتمك بسرعه 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 بسرعه. طب ما انت مش شايف انت هو عايز كده. هو مغلوب 2 فبيدور على هدف بيدور على سرعه. انت مش محتاج. أيوه. انت ولا محتاج سرعه ولا محتاج بساط كتيره مقطوعه 4 ولا محتاج كوره طويله. أيوه. خالص انت محتاج الكوره من رجل لرجل كانت بتتعمل في بعض الاوقات وكانت بتتعمل امتياز. أيوه. حلو قوي شكلك حلو. ليه ما كملش على كده؟ ليه ما فيش حد في الملعب يروح متكلم يا جماعه الكوره من رجل لرجل 5-6 دقايق تاخد نفسك تهدى تبدا يبقى انت تاني متحكم في الريتم بتاع المباراه. دي حاجه من جوه الملعب. مش عايز تعمل كده البدلاء عندك دكه بدلاء محترمه كلهم لعيبه كويسه. وانا اول تغيير كان بالنسبه لي انا كان لازم عمرو السوليه ينزل. لازم عمرو السوليه في نص الملعب. احنا توقعنا كده على فكره بس قلنا هيبقى من بدري. من بدري يعني لو مش بين الشوطين اول 10 دقائق 45 55 دقيقه عمرو انزل. ايوه دم جديد في الملعب. عمرو لعب كوره كويس هتلاقي في حركه في نص الملعب. ان كل النهارده يا ايمن العبء كله النهارده على نص ملعبك. صح عبئك النهارده كله على نص ملعبك وعلى علي معلول ناحيه اليمين بتاعتك. هي دي النهارده العبء الوحيد اللي كان عليك. عشان كده النهارده لو شفت مروان جاري كتير ديانج جاري كتير حمدي النهارده انا من وجهه نظري انتاج مش عاجبني انتاج حمدي. يعني لازم نتخبر شويه النقط. النهارده انا ما كانش عاجبني اداء حمدي. يعني كان لو عمرو السوليه مكان حمدي بين الشوطين حتى الموضوع كان يبقى تحس على انه مش خايف يعني ما مخفش يعني في هو بص وممكن تكون خايف كمان. بص يا كابتن شريف هو تحس ان هو يعني قلقان من حاجه وبعدين حته الانذار التاني غصب عنه بيفكر فيها لان داخل على نهائي. فخلاص انت خدت منه الشوط كويس قوي جدد بقى بعمرو السوليه. عمرو لعيب كبير ولعيب كويس يعرف يتحكم في الاداء بتاعك ممكن يسدد من بره. على الاقل يا ايمن في واحد نازل جديد لسه هيجي كويس. دي كان حل من الحلول كان هيديك تفوق في نص الملعب. لانك انت تعبت جريت كتير انا معاك. الحاجه الثانيه بقى كان اداره الشوط الثاني. ايوه كان لازم اداره الشوط الثاني كانت تبقى احسن من كده بشويه من بدري برضه. تغيرتك من بدري يعني احنا عبد القادر اسامه كان طالب بيه من بدري قوي لان احمد عبد القادر بعد 2-0 موقف واحد على واحد هيجي كتير. أيوة. جدا لان هو خلاص الراجل بيدور على هدف واحد على واحد مع احمد عبد القادر سريع وعنده مهاره ونازل مستريح وهو كمان جواه غل انا عايز العب. لا هتاخد منه حوالي 35 دقيقه نص ساعه امتياز مار. امتياز فيها محمد شريف من بدري ان كهربا خلاص تمام وجاب الجول اللي احنا تمام قوي كده اللي احنا عايزينه منه حصل هدف من بدري. بس يمكن عشان الجول جه بدري يا كابتن علاء التغييرات بالعكس طمع في الثالث. لا ده نطمع بالتغيير بالعكس يا ايمن 2-0 تريحنا انا كمدير فني 2-0 ابدا 2-0 هو طبيعي ان هو هيفكر لا 2 مش هينفع ده انا لازم ازق قدام شويه. أيه. في الوقت ده انت هتزق لقدام لا ده انا هنزل لك 2 سرعه مهاره خطر وفيهم هداف فرقتي محمد شريف لازم من بدري. وواضح على فكره ايمن 25 دقيقه او النص ساعه الاخيره الراجل واضح جدا ان هو انا خلاص انا بدور على جول وحصل اكتر من مره في كرة انقذها مصطفى شوبير وفي كرة اللي جت في القائم ما اعرفش كانت اوفسايد ولا لا وفي يعني مش عارف بس هي برده كان هجمه وفي أو في هجمه في اول الشوط الثاني الراجل كان عند 6 يارد من جوه بس متطرف شويه. يعني ملامح هو كمان ملامح تقلق من بدايه الشوط الثاني
بدا التفكير يتغير من 1-0 ف 2-0 طبيعي لا ده تفكيره هتغير زياده اللي هو انا هلعب على هدف بالظبط فهو لعب على الحاجه اللي كان بيرسم ليها موفق فيها انت ممكن تفكر في حاجات كتير بس ما حصلش توفيق لكن هو وفق فيها وفق بالتغييرات بالضغط هو كل اللي عمله ايمن الشوط الثاني او بعد الهدف الثاني عمل ايه راح زق فرقته لقدام مظبوط بقى ضغط عليك زق فرقته قدام كلها بقى ضغط عليك لقدام بس ما مايل اللعب شويه ناحيه علي معلول لان هو برضو انا بهاجمك ودايس عليك لكن الناحيه الاخطر أيوة مين في افريقيا او في مصر هنا ما اعرفش مين مفاتيح اللعب في النادي الاهلي هيقول لك نمره واحد علي معلول فانا هعمل ايه على علي معلول اضغط عليه اضغط عليه واضغط عليه بلعيبه هجوميه عندها سرعه تضايق علي وكنا دايما بنطالب كان شريف بيتكلم وكان تقريبا عادل لازم حد يميل ناحيه علي معلول ده اللي اتكلمنا فيه خصوصا انك بتلعب بثلاثه لان انت زي ما بتدي لعلي مهام هجوميه لازم تامنه دي مفهوم ثلاثه في نص الملعب مظبوط ما انا ما اطلبش من علي يا ايمن ياخد الخط من خط لخط يعني استحالة. صعب صعب قوي على علي معلول يعني في السن ده في اللعب الكتير اللي لعبه ومفيش حد في العالم بيعمل كده مبدئيا بس يعني ولا علي معلول ولا غير علي معلول حتى لو صغير في السن لازم انا بلزمه بحاجه هجوميه عشان انا بعتمد عليه لازم امنه لازم امنه لكن احنا دي فاتتنا لازم تبص النهارده اخطات في ايه على فكره مش عيب انا مش قلقان يعني ان شاء الله رب العالمين مش قلقان من مرانك بس انا بحب اما بتكلم الحاجات النهارده اللي كانت ظاهره ايه وابدا اتفاداها وابدا احضر مباراه العوده ان شاء الله على فكره بهدوء وانا غالب 2-1 على فكره انا اللي غالب 2-1 هو اللي هيدور على المكسب مش انا ده هو اللي بيدور يكسب بيدور على الجول الاول لسه ودايما بقول كلمه انا اللي بيدور على المكسب ده هيسيب لك مساحات وهيسيب لك فراغات انت ممكن بمهارتك بجماعيتك بتركيزك بروحك العاليه قوي لا ممكن تكسب ان شاء الله ان شاء الله وترجع بالكاس وتبقى ان شاء الله رجوعه جميله لكن قبل ما تفكر في الرجوع ده فكر النهارده في مباراه النهارده ايه اللي وصلك لكده ايوه 1-2-3 ايجابياتك كتير قوي الحمد لله بس سلبياتك كلفتك هدف الهدف ده اللي كلنا كلاعيبه كوره ومجلس اداره وكده حتى هو كمدير فني ما كانش يحبه طبعا لان بيلخبط حساباته مهما كان هو هادي يعني كولر بيحضر المباراه كويس ولا حاجه بس اما تيجي تحضر اتحداكوا يعني كلنا كده حتى ما بنشتغلش في التدريب اتحداك لما تيجي تحضر 2-0 غير 2-1 غير واحده طبعًا. مثلا اقول لاسامه تحضر 2-0 واسامه ولا 2-1 لا هتقول لي التغيير التفكير مختلف صحيح. تماما صحيح. لان الاحتمالات بتبقى كتير قوي فيها اللي ليك وفيها اللي عليك لو 2-0 90% من احتمالات المباراه الثانيه ليك انت صحيح. انت احتمالاتك انت الفوز اعلى أيوة. احتمالات تكسب اعلى لان هو عايز من بدري وضغط جماهيري ما بيدورش على هدف او الاثنين ده بيدور على ثلاثه عشان ياخد البطوله مظبوط فهنا خلاص الحمد لله 2-1 مكسب اسمه في الاخر انت كسبت الحمد لله جماهيرك حتى معاك لاخر لحظه الناس كلها بذلت مجهود ما اقدرش اتكلم عليه في ناس النهارده نجوم في المباراه ما نيجي نتكلم عليهم في الاخر لكن كل ارجو اني نحضر المباراه بهدوء باذن الله خالص بهدوء خالص وبص ايمن هتلاقي النهارده في ناس كتير قوي هتوديك بقى شمال خالص ايه ممكن مش ممكن و2-1 لا لا خالص معروف ان جماهير النادي الاهلي وورا فرقتها الحمد لله وده مطمن عليه حتى لو ناس قلقانه لكن قلق ايجابي هي يعني كان عايزه تكسب اكتر من كده نفس الكلام طبعا الموضوع مختلف الجهاز الفني والاداري تحضير المباراه بيبقى مختلف عن الناس اللي بره عن كل الناس فارجو ان شاء الله من هنا اليوم الحد ان شاء الله هدوء وتفكير في مباراه قادمه ان شاء الله هتلعب الانسب ايه وعناصرك ايه وطريقتك ايه عندك وقت كويس قوي وكلمه اخيره انت الحمد لله ما زلت غالب 2-1 صحيح زعلان ليه يا كابتن عادل احنا كسبانين لا مش زعلان كسبانين وان شاء الله هنحسمها هناك يعني ما كناش نتمنى طبعا لا ده بس احنا كسبانين يعني المفروض فرقتنا احنا وراها والجماهير وراها طبعا اكيد لان حتى الجماهير يمكن كانت زعلانه شويه علشان الجول اللي جه فينا ولكن احنا ورا فرقتنا وفي دعم وفي مسانده وزي ما كسبنا هنا هنكسب البطوله هناك ان شاء الله رب العالمين. طيب خلينا ابدا معاك في شقين. اتفضل. شق المباراه القادمه وتحضيرها والشق الثاني المباراه اليوم بايجابياتها وسلبياتها نحللها يعني
نتكلم في الشق بتاع المباراة الأول اللي هنلعبها هناك. أولا أنت فريق كبير، وعشان تاخد البطولة لازم تلعب جوه وتلعب بره وتلعب في أي حد. كم من المباريات رحنا كسبنا البطولة هناك في نتائج أصعب من كده كتير. نفتكر جون أبو تريكة الصفاقسي كان 1-1، الترجي كان 0-0 حاجة كده، ورحنا خدنا البطولة هناك. أنا مش زعلان من الهدف اللي دخل فينا، أو مش خايف. أنا مش خايف، أنا بثق في لعبتي، بثق في الله الأول طبعا. ثم في مجهودنا اللي بنتعب وبنشتغل. فأنا ما بقى يعني مش من الناس اللي هم الموضوع أخده على طبق من فضل. ما فيش الكلام ده في كرة القدم. في النهائيات ما فيش كده. عمرك في النهائيات ما شفت نتائج بتبقى كبيرة قوي إلا نادرا. فهي النتائج بتبقى قريبه كده. هما جابوا في جون هنا، انت النادي الاهلي تجيب فيهم جون هناك عادي. وتقدر تجيب تاني، وجبنا كتير، كسبناهم 2-0 قبل كده. فهي المشكله في البدايه. انا مش يعني خلاص المباراه عدت. الانديه الكبيره والفرق العظيمه زي فرقه النادي الاهلي بيفكر بايجابيه دايما، خلاص انتهى الموضوع، انا رايح للمباراه الثانيه عشان اشتغل. هو في تغير تكتيكي، اوكي انا في تغير تكتيكي وهنتكلم عليه دلوقتي، ولكن في البدايه لازم نبقى قلبنا قوي. انا بتكلم على اللعيبه رايحين هناك، احنا رايحين كتير قوي من ماتشات. انا كنت اقول لهم انا مش عايز اخد لعيبه معايا بره، انا عايز جنود، عايز ناس اقوياء، عايز مقاتلين، عايز روح علشان اكسب وعلشان اوصل. لازم يبقى قلبي ميت في الكورة، يعني بتكلم على الكورة. أيوة. وما بهبش حد وما بخافش حد، احترم بس وابقى ذكي. طبعا احترم بس طبعا طبعا خصم. وابقى ذكي، اعرف اكسب منين واعرف اعمل ايه. جه الوقت انك انت تبقى بتبادل الناس دي بنفس شكلهم في اللعب. احنا عارفين شمال افريقيا بيعمل ايه، بيرهبك في الكورة. انا بتكلم على الكورة. ايوه يرهبك في الكورة. لا انت كمان رغبه في الكوره، ضيع وقت زي ما هو بيضيع وقت. النهارده كل كوره قبل ما الكوره تتلعب وتطلع سويت في الملعب ويقع ويعمل ده طريقتهم. لكن انت ما تبقاش طايق في الكوره، بلغه الكوره ما تبقاش طايق. كل ده ان شاء الله يتعدل، واحنا بنثق في فرقتنا. احنا واصلين فاينل، احنا بنلعب في فاينل افريقيا. يعني انت مش هتبقى عشان تاخد فاينل افريقيا مش تاخده سهل. يعني انت النهارده كسبان 2، دخل فيك هدف هنتكلم ليه، ولكن الهدف اللي دخل فيك ما ياثرش عليك. المفترض انك انت تقوى وتقوي نفسك. نتكلم بقى يا كابتن في ايجابياتنا وسلبياتنا النهارده. انت من اهم ايجابياتك النهارده جمهورك العظيم، انا موافق. بعض اللاعبين ادوا اداء مميز، لكن كان في تفاوت في المستوى ما بين لاعبين ولاعبين، هو ادى الى في حته هبوط في المستوى شويه. انا يمكن قعدت افكر اربع عناصر او اربع اسباب خلوك توصل في الشوط الثاني كده. 1، عدم التغيير في الوقت المناسب. انت بتتكلم على ما قبل الهدف. انا بتكلم على الشوط الثاني كله. ماشي. 1، عدم التغيير في الوقت المناسب، ولا الوقت ولا المكان. 2، تغيير افضل لاعب كان في الـ في الـ في, الـ في الملعب، حسين الشحات. حسين الشحات عمل يعني اداهم ثقه فوق 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 ما تتخيل. كان عامل لهم قلق كبير لانه لعيب بيقدر ياخد الكوره، خايفين منه، كانوا عاملين له عمق جامد. صح. ما كانش حتى في انطلاقات عند علي معلول. بالظبط. وما كانش حد يروح عند علي معلول. دي نقطة مهمة جدا فعلا. الحاجة التانية، مروان وحمدي فتحي بيلعبوا طول المباراة خايفين من الإنذار، ودي كانت من سلبيات المباراة النهاردة. اللعب البطيء برضو من سلبياتنا النهاردة. اللعب البطيء في الملعب، من فاول نلعبه ببطء، من تحضير نحضر ببطء، بنديهم فرصة إن هم يرجعوا يعملوا الحته الدفاعيه. 4 اسباب دول مخلوك تتراجع الشوط الثاني. انا بعتبر ان الشوط الثاني في تراجع شويه، حصل تراجع، وده الاسباب. ولكن في اخر اللي انا عايز اقوله لك، في الاخر ده فاينل، انت بتلعب فرقه كبيره زي الوداد.
وانت فرقه كبيره قوي، انت سيد اسياد افريقيا، انت واخد 10 وان شاء الله تاخد ال 11 باذن الله. فثقتك في نفسك ما تقلش، احنا ما بنمناش، انت تروح هناك تحترم وتلعب وتموت نفسك. انا اروح لو الكره هحط دماغي ودماغها هتتفتح عشان اجيب جون هعمل كده واحط دماغي. ايوه لو رحت بالروح دي محدش هيخوفك في اللعب في الكوره ان شاء الله باذن الله. انت لما بتبقى عايز العب لي بس بروح فلنيتك بس، زي ال 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 الشوط الثاني انا كنت اتمنى يعني، شفت الاصرار بتاع اللعيبه وهم خارجين عايزين يقولوا ان احنا عايزين نكمل. ايوه لكن في الاخر مبروك النهارده المكسب الحمد لله. عندنا ايجابيات كتير بقى في الماء، في مش هتكلم على الايجابيات الناس كلها شايفاها يعني، لكن في الاخر اللي انا عايز اقوله خلاص المباراه نحضر للي جاي ان شاء الله، نروح ناخد الكاس وناخد الكاس من هناك ونرجع فرحان ان شاء الله رب العالمين. هناخد الكاس من هناك كابتن اسامه، كسبت شوط باقي شوط ان شاء الله النادي الاهلي قادر على حسمه باذن الله لصالحه في مباراه العوده ان شاء الله المغرب. لكن انت كابتن علي اتكلم فيها طبعا، وانت كنت بتكلمني واحنا بنتفرج على الماتش بعد الجول الاولاني للوداد، ان انت بيبقى عندك قلق شويه متخوف من بعض الاجواء هناك ومنها عنصر التحكيم. يعني النهارده التحكيم لو اتكلمنا على المباراه، حكم بدون شخصيه، صحيح، حكم من اسوء الحكام اللي حكمه، لا يليق بالنهائي الافريقي. هنسيب الكابتن نصر عباس هو الكلام عن التحكيم بكل الحالات اللي موجوده فيه. لكن النهارده يعني بعد مباراه زي دي يا كابتن ايمن، كباتن الكبار اتكلموا عن السلبيات اللي كانت موجوده اللي ادت ان الوداد احرز هدف. لكن انا النهارده من بعد المباراه لازم اقفل كل الكلام عن الحديث عن المباراه بتاعت القاهره. لازم افكر في اللي جاي، لازم افكر في مباراه الوداد هناك. مباراه صعبه طبعا. صعبه مستحيله، لا الاهلي عملها قبل كده، عملها في 2006 لما جاب بطوله افريقيا من بره، عملها في القطن الكاميروني هناك لما خدنا بطوله افريقيا من الكاميرون في ملعبه. ايوه خدناها في 2012 من الترجي بره. الاهلي قادر انه يعمل. السنه دي نفس اللعيبه سجلت في اتحاد منستير في تونس. صفاقس في 2006 يعني دي اصعب واحده. اتحاد منستير السنه دي سجلت في تونس. أيوه. انا بكلمك على مرات سجلت فيها. أيوه. في القطن الكاميروني، القطن الكاميروني سجلت 4، في الترجي التونسي فرق من الفرق الكبيرة سجلت بره 3. صح. امام الرجاء المغربي الفريق اللي احرز اكبر عدد اهداف في دوري المجموعات. أي. ما قدرش يسجل فيك هناك. مزبوط. وكنت ممكن تسجل هناك في اخر المباراة. ليه انتوا ناسيين اول بطولة يا كابتن علاء كوتوكو هناك 1-1 الكابتن محمود الخطيب؟ علشان كده وهنا كنا كاسبين 3. علشان كده يا كابتن ايمن عايز من بكره صفحه مباراه الاهلي والوداد النهارده والاهلي والروح السلبيه اللي بعد المباراه طبيعي، حلو ان الجماهير تزعل، حلو ان اللعيبه تزعل، الجهاز الفني تزعل، علشان يبقى عندك حرص. مش عايز اتكلم حكم المباراه هناك، مش عايز اتكلم عن الحاجات اللي هتعوقك، مش عايز اتكلم عن السلبيات هناك، لا انا ليا هدف لازم يوصل للعيبه والجهاز الفني. البطوله دي ان شاء الله من نصيب الاهلي ومش هنسيبها ايا كانت البطوله. السنه اللي فاتت الوداد خد البطوله، السنه دي ان شاء الله البطوله هتكون من نصيب الاهلي. مش بكلام، لا ده انا شفت من اللعيبه السنه دي. الرجاء المغربي وانت بتلعب في المغرب امام جمهور هناك، لما تتكلم على جمهور الرجاء لا اعنف من جمهور الوداد. لكن لعيبه الاهلي كانت مركزه، كانوا رجاله، كسبان هنا 2-0 هناك ما قدرش يحرز فيك اي اهداف، وكنت ممكن تخطف في المباراه زي ما الوداد سجل فيك هنا، ما انت ممكن تسجل هناك. صحيح هناك ممكن تسجل وممكن تخطف المباراه وهناك تصعب عليه المباراه. مزبوط. هناك لما هو انت بتسجل فيه هو اللي هيدور على انه يحرز فيك هدفين، وشفنا امبارح النهائي الكونفدراليه. أيوة. فريق بيكسب بره ملعبه هناك 2-1 اتحاد. أيوة. العاصمه بيخسر على ملعبه وسط جمهوره والشماريخ والضغط الجماهيري والتحكيم والكلام ده كله. اذا النهارده لسه ما زالت الكوره او زالت البطوله في ملعب النادي الاهلي، لكن احنا كجمهور بقى بنتكلم كجمهور كاعلام عايزين ننقل حاله ايجابيه عند اللعيبه وعند الجهاز الفني، مش عايزين ننقل الحاله السلبيه. في اخطاء النهارده؟ في اخطاء لازم يتداركوها كلاعبين. النهارده وانا كسبان 2 انا قاعد من المباراه بقول لك ربنا يستر، انا حاسس ان اللعيبه ريحت شويه. اللعيبه كان عندها بدا
لا ده انا مستني عايز اجيب الثالث، لا ده انا عايز الاول ما يدخلش فيا. بس انت احنا كنا بنتكلم في الموضوع دوت بالظبط كده النهارده، يا ريت نحافظ على المكسب كده. النهارده كان عندك الاطراف، حسين شحات عمل مباراه كبيره، وبيرسي تاو بدا كل واحد يرتكن قدام شويه وما يعملش الواجب الدفاعي، مفيش مسانده دفاعيه، وعلي معلول بدا يحمل عليك في نص الملعب، لازم تغييرات، علشان كده كان لازم التغييرات تبقى من بدري شويه. فانا عشان كده انا مش عايز اتكلم عن مباراه النهارده والسلبيات، وقف عندها وتاخد مني كتفكيري صحيح. وتبدا تنقلي طاقه سلبيه وعند الجمهور يا رب، ويا ريت كان النادي الاهلي، لا النادي الاهلي ان شاء الله قادر هناك انه يقدر يطلع بالمباراه. اللعيبه قادره، وضربت لك مواقف السنه دي الاهلي في مباراه صعبه، اتحاد المنستيري هناك وكانت فرقه كبيره، وفي تونس وسط جمهورها، وقدرت تحرز هدف صحيح. هناك تكسب 1-0، والرجاء المغربي والترجي فرقه كبيره وقدرت تحرز فيهم 3، وكمان القطن الكاميروني بعد مباراه صن داونز ورجعت صحيح، وهتحرز 4 أهداف في القطن الكاميروني. الوداد فرقه محترمه، فرقه بدنيا كويسه، فرقه على ملعبها هتبقى شرسه وسط جمهورها، مباراه صعبه، لكن انا باكد لك ان مباراه مش مستحيله باذن الله، وان شاء الله تكون حلاوه البطوله دي انها جايه بعد صعوبه صحيح، جايه بعد صعوبه من كل اللعيبه. لكن المره دي يعني انت لو اتكلمت فنيا الاهلي افضل من الوداد طبعا، وانا مش بتكلم كلام مجرد كلام، لا ده انت النهارده بتتكلم بسيناريو 90 دقيقه النهارده صحيح. انت كنت الافضل، استحواذ، نواحي هجوميه، فرص اكتر على المرمى بالظبط، بالرغم ان كان في حكم سيء، لكن دايما مباريات النهائي بتبقى عايزه تركيز في كل التفاصيل، عايزه تركيز في 90 دقيقه، ما ينفعش ان انا اركز واسرح 5 دقايق او ارتكن ان انا اريح 5 دقايق. علشان كده لما ريحنا بعد الهدفين كلفنا شويه هدف. ان شاء الله هناك يا كابتن ايمن باذن الله العمليه مش صعبه ان شاء الله، لكن انا بقول برضو هرجع واكررها واقول لازم جمهور النادي الاهلي النهارده، الوشوش كانت زعلانه بعد المباراه، سواء جماهير سواء لاعبين على الدكه سواء جهاز فني سواء احنا كمحللين، لكن دورنا كاعلام، دورنا كجماهير، دورنا ك كل محب للنادي الاهلي ان احنا نوصل الرساله الايجابيه للعيبه، ان احنا ان شاء الله النادي الاهلي هناك يقدر ان شاء الله يرجع بالبطوله باذن الله ان شاء الله. بمناسبه الكلام عن حكم المباراه والتحكيم والحالات الجدليه اللي كانت موجوده النهارده، هنطلع لفاصل سريعا، وبعدين نستقبل كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه، وبعدين نكمل كلامنا مره اخرى، انتظروا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بنجومنا الكبار مستر كولر، وبعد المباراه قال ايه مستر كولر. طبعا كان في قمه الغضب من قرارات التحكيم، هو تقريبا علق على قرارات التحكيم، فالقرارات كلها اللي هي الحاسمه اللي اتكلم عليها كابتن ناصر عباس تقريبا يعني كان في حاله عدم رضا عنها، وقال بما معناه يعني ان الحكم اثر على نتيجه المباراه، وعمره ما شاف حاجه زي كده. ولكن خلينا يا كابتن شريف نتكلم على اللي جاي، اللي جاي والتحضير، عندك اسبوع تحضر بقى، يمكن الحسابات اتغيرت دلوقتي ولكن التحضيرات هتختلف بعض الشيء، ولكن هتحضر خلاص، انت ماشي، انتهى التحضيرات، تبتدي من بعد المباراه. تمام، احنا لا عايزين نتكلم عن التحكيم ولا عايزين نخش في سكه التحكيم، ولا نصدر لعيبتنا الفتره اللي جايه دي اي حاجه تحسسهم ان هم هيروحوا هناك هيبقى في تحكيم تاني وتكريم حكم، واحنا مش عايزين نصدر لعيبتنا اي حاجه. تكسبتوا هنا ايوه، وتكسبوا الماتش الجاي برضو 2-1 هناك، ايه الصعب يعني؟ الجماهير والارض حسابات محفوظه، حسابات معروفه، ولكن اراده وروح تيشيرت النادي الاهلي واللعيبه دي وخبره النادي الاهلي وهي رايحه كسبانه، انا يعني ان شاء الله يكسبوا بنفس المكسب ده هناك، هو ده اللي يقدر تصدره للعيبه بتاعتك انها قادره انها تلعب مباراه. هي المباراه لعبت النهارده ايه؟ لعبت ايه؟ 70-30؟ 70-30 كويس؟ هتبقى هناك ايه؟ 50-50؟ 50-50 يعني؟ هندي فرقه الترجي ان هم فرقه بتعرف تلعب كوره على ارضها، الكلام الدباجه اللي احنا عارفينه واللي احنا شايفينه واللي احنا عارفين ايه اللي هيحصل هناك كمان يعني. ولكن احنا مصدرين ليه لنفسنا ان خلاص الجون جه فينا واتغلبنا وخسرنا الكاس؟ لا، وهنصدر طبعا زي ما الكباتن قالوا، الاعلام هيبتدي الاعلام الثاني طبعا اللي هيبتدي يصور لك
ان انت هنا صفر صفر كان بالنسبه لك احسن من لا مش بالنسبه لي احسن ولا حاجه، انا اجيب جول هناك اودي الدنيا افضل صفر صفر طول ما انا الماتش شغال زي ما حصل مع الرجاء، انا المتوج انا صاحب الكاس. مباراه 90 دقيقه هناك ما فيهاش اكتر من هدوء لعيبتك، من تركيز لعيبتك، عدم الاخطاء. المدرب اتفرج على فرقه الوداد كويس قوي، ها اتفرج انهم بيلعبوا على ناحيه علي معلول كويس قوي، اتفرج ان ممكن يحصل روتيشن في الفرقه لصالحه هو وامكانياته عنده في الملعب قد ايه، لازم يبقى عنده عمق هجومي هناك محطه حتى لو دخل فيه جون هناك، ما انت لازم تجيب جون خلاص قضي الامر انك انت لازم تجيب جون هناك، وما جاش ما جبتش جون ما يخشش فيك جون، نفس القصه اللي احنا قلناها النهارده، ما جبناش جول ما يخشش فينا جول، هو بقى اتقلب المبدا هناك كده، ما جبناش جول ما يخشش فيا جول، هو ده نفس المبدا اللي احنا فيه. التغيير اللي احنا كلنا اتكلمنا عنها حمدي فتحي النهارده لاحساسه بالاصابه وعدم التكمله، مستر كولر ما في عندك لعيب بره خد عبد الفتاح ويطلع السلايه في نص الملعب مكان حمدي ويفضل حسين الشحات اللي عامل لهم القلق ده كله، ما دي حاجات النهارده لازم اتفرج على الماتش ولازم اتفرج عليه تاني ولازم اتفرج ان انا ممكن يحصل لي الروتيشن ده ويحصل لي التفكير ده. انا بخرج حسين الشحات في وقت لا انا ما يخرجش، كهربا يخرج ماشي، بيرستاوي يخش في العمق يخش جوه ويشتغل حسين الشحات يمين ويشتغل عبد القادر شمال، دي حاجات احنا نتكلم فيها يجوز حد يسمعنا او يجوز احنا واحنا بنتفرج بيبقى عندنا رؤيه برضو بنشوف يجوز الكلام ده يتنفذ، يجوز طاهر محمد طاهر ده يخش جوه الفرقه اهو لعيب سريع وقوي في ماتشات زي ما دي ممكن يحتاجه بقى في العمق يحتاجه، لازم يبقى عندك حاجات دلوقتي روشتات بناءك صح مش كده؟ لا انا كسبان يا جماعه الماتش يا جماعه يا اهلي الخير احنا كسبانين 2-1 ونكسب هناك 2-1 ونكسب هناك 1-0 ونتعادل هناك 1-1 التعادل اي تعادل هناك ليك الكاس بتاعك ولا انا غلطان؟ ايوه فالنهارده انا نوهت كده على شويه حاجات واحنا بنتفرج كلنا الحقيقه كلمنا في الكلام مش انا بس يعني ان كان في اسلوب تعامل في المباراه ولكن نتيجه 2-0 كانت مخليك رايح في سكه يا ايمن يا رب تطلع على كده يا رب تطلع كده من غير ما في حاجه تيجي فينا، لكن مشيئه ربنا خلاص حصلت وحصلت على فكره مش بابداع الوداد لا حصلت بتعب مننا حصلت بالتركيز قل شويه التفكير التصرف في الكوره هو ده اللي خلص الحكايه وهم في نفس الوقت روح وعايزين يبقى موجودين زي ما قالوا ان المدرب بقى بيقابلنا من قدام وبيضغط علينا من قدام ما عندوش حاجه تانية أيوة. انت لو مدرب وخسران 2-0 كويس ايه اللي عندك تعمله هتفضل تدافع برضو اي حاجه شوف الناس اللي عندك بره وهتنزلها هتضغط على الفرقه دي هتحاول تقلل كلها انت النهارده الكره دي لو كنا مسكناها في ايدينا وما طلعناش وحاولنا نطلع الطلوع العادي ده انما اراده ربنا دي فوق كل شيء يعني. اللي حصل النهارده دي حاجه يعني مروحه الناس زعلانين انما هيفرحوا شهر 11 ان شاء الله باذن الله هيفرحوا باذن الله هيفرحوا ليه؟ لانك انت النادي الاهلي بلاعيبتي دي اللي انا بثق فيها هم دول اللي هيقدروا يجيبوا الكاس ربنا ياجل لك الفرحه شويه انت كنت عايز 2-0 وهتبقى فرحان اقسم بالله لو كنا كاسبين 2-0 كان هقول لك برضه هنروح قلقانين ايوه احنا دايما يا ريت لو كانت ثلاثه ما كهربا كان لو حطها خلاص ثلاثه يبقى استحاله قال لك لما يبقى مين؟ لما نخسر 3-0 هناك يا جماعه احنا الحمد لله احنا في الوضع الاحسن دي المشكله عندهم هم فرحانين باللي عملوه بالجول اللي جابوه لحد دلوقتي على الورق كده انتوا مغلوبين يا جماعه 2-1 وفرحانين انهم جابوا جول عشان لما يبقى لا لما احنا نجيب فيه الجول احنا هناك ان شاء الله هيبقى كلام تاني لما تصدر لي بقى وهيستعمل وتقول لي والحكام والحكم لا احنا كنادي اهلي لا هنبص الحكام ولا هنبص لاي حد وهنروح بجماهير هناك وعندنا جماهير هناك وعندنا كل حاجه وعندنا اولاد مصممين من دلوقتي
انا بعرف غير لعيبه النادي الاهلي كويس قوي، زي ما احنا كمان متضايقين ان جه فينا جون بعد الاداء اللي احنا عملناه بالظروف اللي احنا بنمر بيها، مع وجود ومكسب كبير جدا لينا حارس المرمى مصطفى، واكيد كل الفرقه الاسبوع الجاي دي هتبقى متكامله كلها فيها استشفاء عالي جدا. فانا حاسس ومتاكد بلعيبه النادي الاهلي احساسهم ايه دلوقتي وتصميمهم، بيتمنوا ان المباراه تبقى بكره. فانا اللي حاسه. وبعدين ما فيش حد ما لا يخطئ، ما العمليه مش سهله، تغيير غلط، واحد قل تركيزه ده في العالم كله يعني، مش احنا بس، ودينا قاعدين احنا زعلانين قوي ان احنا دخل فينا جون، كويس؟ زعلانين جدا ان احنا دخل فينا جون، مع انك انت مانشستر سيتي و في الفاينل هيلعب ايطاليا انتر ميلان. انتر ميلان. انتر ميلان. يعني لو انتر راح هابد مانشستر سيتي جون، الدنيا قامت خلاص وباظت وراحت. لا، ماتش هيتلعب لاخر ثانيه، واحنا الماتش الجاي لاخر ثانيه باذن الله رب العالمين. يا كباتن لاخر ثانيه، ومبروك النهارده، وتعبتوا والوقت الكبير ده كله تعبتوا فيه الحقيقه. انا يعني احنا حاسين بيكم وكتر خيركم، وبشكر الناس كلها النهارده على الاداء الجيد ده. ايديكم في ايدين بعض باذن الله كالعاده يعني. يعني كالعاده كلنا في ايدين بعض لغايه لما نتوج ونرجع بالكاس باذن الله يوم 11 باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، مباراه العوده صعبه، التعامل مع الاجواء هناك، مسؤوليه مدير فني او جهاز فني بالكامل، ومسؤوليه لعيبه من دلوقتي برضه، بس بتحضر لها ازاي كلاعب؟ خلينا اكلمك كلاعب الاول. كلاعب؟ طيب، هي مبدئيا صعبه على الفريقين، هي مستاهله على الوداد طبعا، مستاهله على الوداد بالمره. هو الوداد النهارده مكسبه الوحيد ان هو احرز هدف، فالهدف ده مديله امل عالي قوي. لو طلعت 2-0 الامل كان هيقل، لان هو عارف هو بيلاعب مين. دايما المنافس بيشوف مين اللي قدامه ويبدا احسب عليه، فهو هدفه النهارده اللي جابه في النادي الاهلي بالنسبه له عارف، خد شم نفسه بالظبط، خد يعني عارف انت ايه نفس كده. لا ممكن لو 2-0 هو بالنسبه له النهارده كان خرج من استاد القاهره، الامور صعبه جدا جدا جدا، هو عارف انه بيقابل سيد اسياد افريقيا زي ما بقول فيها دايما، وفريق متمرس في بطوله افريقيا. ده بالنسبه لظروف المباراه بالنسبه للاثنين. بالنسبه للاهلي طبعا مباراه صعبه، لازم بص يا ايمن، لو ما اعترفناش من النهارده ان المباراه القادمه في المغرب صعبه، يبقى احنا بنضحك على نفسنا. المباراه صعبه، والصعب المباراه الهدف اللي انت تقبلته هنا في القاهره، لكن انت غالب 2-1، دي حاجه في ايدك. تحضيرك للمباراه، تحضر من المنطق ده، ان المباراه هناك هتقابلها صعبه جدا، ملعب صعب، جماهير متحمسه لاقصى درجه. ليه؟ هو واخد منك البطوله السنه اللي فاتت، فهو عنده حافز كبير قوي عايز ياخدها السنه دي، يبقى تاني سنه على التوالي من النادي الاهلي. ده حافز. الحافز الثاني هو شايف النتيجه قريبه 2-1، بالنسبه له قربت قوي غير 2-0. فده بيحفز برضه لعيبه الوداد. ملعبه جماهير. وجماهيره طبعا جماهيره جامده جدا. ده بالنسبه للوداد. بالنسبه ليك انت، تعاملك مباراه كلاعب خلاص؟ كلاعب النهارده خلاص المباراه انتهت. ما فكرش فيها النهارده. برجاء ما فكرش في مباراة النهاردة انتهت. في أنا متأكد إن معظم لعيبة النادي الأهلي زعلانة. طبعًا. كله زعلان. حتى اللي جايب جول النهاردة واللي عمل مباراة كويسة، بس أنت في الآخر أنت فريق لعيب في النادي الأهلي، فطبيعي النهاردة الحالة اللي هتلاقيها موجودة في لعيبة النادي الأهلي في شوية زعل مش فرحة. طبيعي. كولر هتلاقيه زعلان في المؤتمر. حتى هو بيتكلم على التحكيم وسوء التحكيم، هو من جواه متضايق من النتيجة. حلو الزعل ده قوي قوي على فكرة، ده زعل حلو، زعل إيجابي يعني، مش هيرجعك لورا لا. لكن إن شاء الله من بكرة بقى خلاص تروح قالب الصفحة بتاعت النهاردة بحلوها بمرها، إذا كان في أخطاء منك كلاعب كمدير فني أخطأ في بعض الأشياء، على فكرة مش إحنا بني إحنا بشر كلنا بنغلط، من خطأ تحكيمي لو حصل، كل ده تروح خلاص بقى ابدا انا افكر انا كلاعب هبدا انا الاول بيني وبين نفسي هعد نفسي لمباراه الاحد ازاي. تركيز كويس قوي قوي في حياتك، تمرينك طبعا دي حاجه مفروغ منها، دايما من هنا ليوم الاحد تفكيره كله ايجابي،
ما اقعدش مع حد سلبي، ما اسمعش الكلمه سلبي. هي يعني الوقت المشكله ايمن ايه؟ زي ما بتسمع كلام حلو واجابات كتير، في ناس عايزه تحبطك من الوقت. بالظبط. للاسف يعني. بالزبط. لكن انت خليك ذكي باسلوب ان انا الاقرب دلوقتي للمكسب ان شاء الله. بالظبط. ده الكلام اللي يخلي كلامك صحيح. كله ايجابي، حاجات تحفز. لو قعدت مع واحد او سمعت حد او سمعت تنويه كده بواحد كلام سلبي، لا بلاش منه. انا عايز كل لما اوصل المباراه انا ايجابي، بفكر تفكير ايجابي، كل تفكير انا بتمرن، حافظ على نفسي كويس قوي بره الملعب، مستني هشوف كولر هيبدا مشتغل معايا ازاي من بعد بكره، هو بيفكر في ايه مباراه الحد، التفكير هيبدا مباراه الحد ان شاء الله من يوم الثلاث. انا بكره اخد اكيد اجازه هدوء خالص، حتى لو مش اجازه لكن كلها حاجات تشفى، حاجات لو دكتور هيبص على لعيبه، فحاجات كلها خفيفه. من الثلاث هيبدا كولر هيحضر هو بينه وبين جهازه ازاي، وهيبدا يحضر اللعيبه اللي هتبدا المباراه، ويبدا هيشوف يتكلم معاهم ازاي. اولا هو اللي هيعمله اكيد هيبص على سلبيات مباراه النهارده، سلبياتها، وبعدين يبدا يشوف انا هتعامل ازاي مع فريق الوداد، بس فريق الوداد اللي مش هيلعب بالطريقه دي، يعني الطريقه طبعًا مختلفه طبعًا. ده طبيعي على فكره، يعني ما بقولش يعني غيرتمان، الطبيعي ان الوداد مش هيقابلك كده، هيقابلك مهاجم، هيقابلك ضاغط شويه، طب انا هتعامل مع الاجواء دي ازاي؟ وهيعمل زيك النهارده، انت النهارده بادئ بريتم عالي جدا، استغليت ملعبك وجمهورك، وده اللي انا كنت بتمناه من اول المباراه، فهيعمل عليك ضغط، هو هيعمل عليك ضغط هناك. فانت كمدير فني لازم تحضر لعيبتك لكل النقاط دي، اولها بدايه المباراه، اولها ازاي ابدا المباراه انا؟ لو انا حتى مضغوط معايا الكوره اتصرف ازاي في المواقف اللي همر فيها دي؟ هو ده المهم دلوقتي. عشان كده بقول لك يا ايمن، خلي تحضيرك للمباراه ايجابي دايما، خليك متفائل جدا انك كسبان وانت الاقرب ان شاء الله للبطوله، مفيش فيها مشكله. المباراه سهله؟ لا، المباراه مش سهله بالمره، ولا النهارده كانت سهله ولا هناك هتبقى سهله. الفرقتين عندهم طموح في اللقب، الفرقتين كبار قوي، جربوا البطوله كويس قوي طبعا، النادي الاهلي مع الرقم القياسي الحمد لله، لكن دايما اللي هيفرق معاك حاجه واحده، دايما افتكر كل الايجابيات بتاعتك، وابعد عن اي حد يعمل لك حاله سلبيه. هو ده اللي ان شاء الله النادي الاهلي هيتعامل بيه، وانا متاكد ان الاداره هتتكلم، اكيد كابتن محمود هيتكلم وكلام كله ايجابي طبعا، لان هو اكيد عارف الظروف دي ومر بيها. سيد مع كولر مع الجهاز الاداري كله والجهاز الفني، هيبقى دي طريقه كلامه، صحيح طريقه كلام الجهاز للعيبه، واللعيبه مع اللعيبه كمان، وده مهم جدا. واللعيب بقى بينه وبين نفسه يأقلم حياته ازاي لحد ان شاء الله ما يسافر المغرب. وزي ما بقول لك، من هنا لحد ما يسافر انا غالب 2-1 ان شاء الله هرجع بالكاس، ما عنديش اي نيه نسمع اي كلام سلبي خالص، ولا من واحد عامل انه حبيبي، ولا واحد ما بيحبنيش. ما هو في ناس بتحبني، ناس ما بتحبنيش، على فكره سنه الحياه. فهو ده اللي ان شاء الله لحد يوم الاحد ده اللي باذن الله رب العالمين. تعالوا بقى نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. Your team 2-1. Okay. Ja, wir sind froh, dass wir natürlich gewonnen haben. احنا سعداء جدا ان احنا الحمد لله كسبنا النهارده. Ich bin aber stinkesauer über das, was passiert ist mit Schiedsrichterentscheidung. لكن انا في قمه الغضب من قرارات التحكيم النهارده. Weil ich habe jetzt die nochmals angeschaut, die Sequenzen. Also der Schiedsrichter hat den VAR konsultiert und hat keinen Elfmeter gegeben. Und wenn ich das anschaue, dann sehe ich, dass der Spieler den Fuß unseres Spielers getroffen hat und nicht den Ball. ناخد بقى، انا اتفرجت على كل اللقطات بعد المباراه دلوقتي. اول حاجه طبعا ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، اللاعب دم داس على اللاعب، على رجل اللاعب بتاعنا في جوه ال 18، ده كمان بيسال الفار، والفار كمان ما بيقولوش حاجه، الموضوع بقى صعب جدا. Und ich weiß nicht, wie das möglich ist, dass man das nicht sehen kann, wenn man den VAR konsultiert. وانا مش عارف ازاي الواحد ما يشوفش كره زي دي وكمان بيسال الفار. يعني الاثنين ما شافوهاش. Dann die andere Situation ist ganz klare rote Karte. Wer kommt den langen Ball? Der Verteidiger von Wiedert nimmt den Ball mit der Hand, ist der letzte Mann. Wir können zu zweit hinter der Mittellinie aufs Tor laufen und ist hundertprozentig eine rote Karte als letzter Mann. Und es gibt nur Gelb. Also ich weiß nicht, was da passiert ist oder wie das möglich ist. Und dass man das nicht sehen kann und dass die Linienrichter den unterstützen, also völlig unverständlich für mich. بالنسبة لي كمان الكرة الثانية بصراحة حاجة يعني تخرج الواحد عن شعوره.
كرة بتتلعب هجمة مرتدة، لاعب الوداد بيجيب الكرة بإيده، رايحين باتنين من نص الملعب، رايحين جون، أكيد الكرة كارت أحمر في أي قانون في الكرة في أي كوكب في أي قارة بتتحسب كارت أحمر. الغريب بقى إن هو بيدي على طول كارت أصفر، الغريب إن الناس اللي واقفة على الخط ما بتقولوش حاجة من الحكام اللاينز مان، ولا الفار بيقول حاجة. أنا مش فاهم بصراحة ازاي قرارات بالشكل ده، يعني ازاي zwingend ein war eingreifen und muss den Schiri bestimmen. Also das Entschuldigung, ich weiß auch nicht mehr was man dann da noch sagen muss. الفار كمان يعني مش عارف ازاي ما رجعوش. انا اسف جدا بس اللي بيحصل ده غريب جدا وخارج الواحد عن السيطرة شعوره بصراحه. Thank you coach. Now we start the questions. Here. Here in front. It's open, Blaba. No, it's not open. حد يعمل له المايك طيب. المايك مش شغال. هو كده شغال. Mr. Kular, today it was a very important match for Egyptian or Arab or Africa because Ahli Club is the best. He can take this بطوله 10 تايم اند ذا ريزلت از سربرايز فور اس ايفري بودي ان ايجيبت ايفري اي واحد مصري كلنا كمصريين كلنا كعرب كنا متوقعين نظرا للاداء الجيد للنادي الاهلي خلال ال10 اشهر والسنه والسنه اللي فاتت انه القمه في افريقيا وفي كده. لكن النهارده النادي الاهلي احنا قلنا الاهلي ضيع فرص ضاعت فرص لو تحققت نص هذه الفرص لكنا صعدنا لكنا ساعدتنا لما نروح كازابلانكا في 11 الشهر ده ان احنا نفوز بالبطوله نتيجه لمجهود الكوتش كولر يو اند ذا بلاير ايجيبشن. سو وات يور اوبينيون؟ السؤال اوكي السؤال ما هو رايك او استعداداتك لنتغلب عن هذا الهدف الذي دخلنا فينا في اخر 10 دقائق وكان يستحق ان لا يدخل فينا وامل المصريين معك ومع اللعيبه ثانك يو الاختيار شكرا ganz wichtig für uns in Afrika und Arab Welt. Wir sind sehr enttäuscht dann über das Ergebnis und das ist die Zusammenfassung für eine lange Rede. Sie haben dann in den letzten 10 Monaten sehr gute Leistung gezeigt. Wir sind enttäuscht, weil wir haben mehr erwartet heute, besonders das Gegentor, was wir bekommen haben. Was werden Sie, die Frage ist, nachdem ich gefragt habe, wo ist die Frage? Die Frage ist, was machen Sie oder wie bereiten Sie sich vor, die Mannschaft dann wegen diesem Gegentor, das wir bekommen haben? Also grundsätzlich sage ich jetzt mal, das ist ein Champions League Finale. Also das sind die besten Mannschaften, die sich für diese zwei Spiele qualifiziert haben. Also da kann man nicht einfach annehmen, dass man so machen kann und okay, man gewinnt automatisch. Also wieder hat auch eine gute Mannschaft, wir haben gut gespielt und dann ist halt so, okay, wir haben natürlich bei dem Gegentor haben wir auch Fehler gemacht, aber wenn ich jetzt das anschaue mit Elfmeter, mit roten Karte, okay, dann würde das eigentlich ganz anders aussehen. Ist nicht so, können wir nicht ändern jetzt. Aber ich bin sauer über das, was passiert ist oder was vom Schiedsrichter geleistet wurde. Dementsprechend, wir haben gewonnen. Und ich bin überzeugt, dass wir auch in Casablanca ein Tor schießen können. Und das ist aktuell der Fakt. Also wir haben nicht verloren, wir haben gewonnen. أول حاجة احنا بنتكلم على نهائي دور الأبطال، نهائي دور الأبطال معناها إن احنا بنلاعب أهم فرقتين أو أكبر فرقتين أو أفضل فرقتين في القارة وصلوا النهائي، مش معناها إن احنا نعمل كده هنكسب البطولة أو نكسب الماتش والماتشات هتبقى سهلة، بنلاعب منافس قوي، فريق الوداد فريق كويس جدا بيلعب كرة كويسة، تقدم ماتش النهاردة كويس وعنده فريق قوي، احنا ما بنلعبش نفسنا، فمتوقع إن احنا يبقى فيه ندية. طبعا النتيجه كانت هتتغير تماما بسبب قرارات الحكم وانا غضبان جدا بسبب قرارات الحكم النهارده اللي غيرت مسار المباراه ضرب الجزاء وكارت احمر دي حاجه تقلب المباراه تماما لكن في النهايه احنا كسبنا لازم الناس تبقى عارفه ان احنا كسبنا احنا ما خسرناش على فكره وانا عندي يقين ان احنا ان شاء الله بفرقتنا دي نقدر ان احنا نروح نجيب جون في المغرب ان شاء الله فاحنا كسبنا وفرحانين بالمكسب الحمد لله But please, guys, excuse me. You see, we just have 15 minutes to go ahead. Please go straight to the... You
want to give the opportunity to everybody to ask a question. No comments. Just go straight to the question. Please. مستر كولر، في رأيك إيه سبب تأخر تغييرات الأهلي النهاردة رغم أن أنت الفريق مع مرور وقت المباراة افتقد الأهلي افتقد الحدة في الضغط وبدأ فريق الوداد يتملك منك نص الملعب وقدر أن هو يخرج بالكرة في أكتر من وقت أنت كنت بتضغط عليه. ليه اتأخرت في التغييرات كل حد دقيقة 82 وده تسبب أن لعيبة الأهلي بدأت تخرج عن تركيزها وفقدت جزء كبير من مجهودها البدني. Meine Frage ist, warum haben Sie so spät dann ausgewechselt? Dann die haben bis zur 82. oder 83. Minute gewartet, dann zu sehen, dass El Ahli dann mit der Zeit dann hat angefangen, den Mittelfeld zu verlieren, dann für den Wiedertspieler. Wir haben versucht, also wir sind, was die Fitness angeht, aber auch die Konzentration hat ein bisschen zugelassen am Ende und die Spieler haben dann vielleicht neues Blut gebraucht. Ja. Warum haben Sie so spät ausgewechselt und das haben wir gesehen, das hat die Leistung beeinflusst? Ja, nein, das glaube ich nicht. Also beeinflusst hat, dass wir nach vorne gerannt sind. Wir haben 2-0 geführt und wir haben nicht mehr das gespielt, was man eigentlich auch immer wieder sagen, was wir den Spielern wieder erklären, dass wir im Ballbesitz bleiben, dass wir im Zentrum zustellen, dass wir kompakt sind. Und das haben wir nicht gemacht. Also es hat nichts. Und die Spieler konnten nach vorne, konnten sie rennen, aber nach hinten ist dann immer ein bisschen schwierig und das war nicht gut. Wir hätten hinten zustellen sollen und dementsprechend dann mit Ballgewinn dann nach vorne kombinieren. Das war nicht gut. أنا ما أعتقدش إن كل ده كان بسبب تأخير التغييرات. الموضوع كان بسبب إن إحنا بدأنا إن إحنا كله بقى بيجري لقدام وما حدش بقى بيجري ورا، لا جري لقدام كان كويس وباين إن في ثقة لأن كله كان قاعد يجري بس بيجروا لقدام، ما حدش بيقفل في منطقة نص الملعب، ما فيش اللعب بتاعنا الكومباكت، الخطوط المتقاربة، تقفيل نص الملعب ما كانش موجود، طمع في النتيجة، رغبة في إن يزودوا، مش دي الكورة بتاعتنا ومش دي التعليمات اللي إحنا قلناها إن إحنا بنمسك الكورة في نص الملعب وإن إحنا إزاي إن إحنا طالما كسبانين 2-0 إزاي إن إحنا نتحكم في رتم المباراة، بدأ يحصل القرارات متسرعة وجري لقدام أكتر. لكن اخطاء مننا احنا بالذات في كره الهدف لكن مش بسبب تاخير التغييرات. لو سمحت يا مستر كولر انا عايز بس اسال سؤال واحد. هو المدير الفني اللي بتاع الفريق الوداد هو قال تصريح قال لك ان كان نفسي اكسب الاهلي 5 زي ماتش سان داونز. فيا ريت بس هو يعني مع احترامي يعني يوصل بس اللعيبه الجزئيه دي بس مش اكتر. وازاي بس يعرف يطلع من المباراه ولازم يجيب هدف هناك في اول يعني في اول الشوط الاولاني اهم حاجه. فاهم قصدي؟ بس ja, ein bisschen Überzeugung dann dort gehen und zeigen. Und, ja. Aber also ist keine Frage. Hier wollte er auch 5 Kilo gewinnen. Ja, aber alles gut. No answer? No answer? Auch nicht. No answer for that no. Question? Okay. There. Okay. There was no question. For there. The green shirt on the back. Also, I hope to ask. Marius. مستر كولر مش بقول لك مش صاحبك. جو هيد سير. سؤال لحضرتك ازاي هيتم الاستعداد للمباراه؟ طبعا مش هتكلم عن الجانب الفني لان ده يرجع لحضرتك والاهلي قدم اداء كبير النهارده كان ينقصه بس اللمسه الاخيره. انا هتكلم بس هيتم الاستعداد ازاي نفسيا لتهيئه اللعيبه للمباراه خاصه ان الاهلي كان خاسر على نفس الملعب في نهايه دوري الابطال العام الماضي. Ja, also das war das also war beides Mal rein im Finale, oder? Nein. Einmal war es Hin- und Rückspiel, einmal war es Heimspiel. Okay, jetzt aktuell muss ich natürlich auch zuerst meine Gedanken ein bisschen sortieren. Ich gehe jetzt noch Abendessen und lasse mir das sacken, dann schaue ich das Spiel nochmals an. Und dann werden wir die Woche dann gut vorbereiten und dementsprechend, ja. auch bereit sein dann fürs Rückspiel. لسه برتب بعمل عمليه ترتيب افكاري بعد ما هخلص من هنا هروح اتعشى
واهدى كده وبعدين اقعد اتفرج على الماتش تاني واحلله مره تانيه وابدا اعمل برنامج الاستعداد للماتش الجاي. كل الايام اللي جايه هتبقى استعداد ليها ان شاء الله، لكن لسه ما اكيد هنستعد كويس، بس لسه ما حطيتش افكاري وخططي للترتيب للاستعداد يعني. اوكي مينا هير ان فرونت ذيس جنتلمان. يس مستر كولا، حضرتك واضح الغضب التحكيمي، الكلام ده حصل هنا في القاهره وسط 50,000، هتعمل ايه في المغرب قدام يعني حضرتك لعبت قدام رجاء وشفت التحكيم كان عامل ازاي؟ الحكم بتاع الماتش بتاع العوده في كلام ان ده اخر ماتش وهيعتزل، كان حصل قبل كده مشكله بينه وبين رئيس الاتحاد المغربي نفسه، ففي ضغوطات كبيره عليه. هل عندك مخاوف من التحكيم في المغرب؟ وايه الرساله اللي ممكن توجهها للاتحاد الافريقي عشان يبقى في تحكيم عادل؟ Wir sind heute sauer dann gegen die Entscheidung vom Schiri und sie haben recht auch. Aber das war dann hier mit so vielen Fehlern und vor unserem Publikum, vor unseren 50.000. Was wird dann morgen dort in Marokko passieren? Vor die Fans von Marokko, sie haben schon in Marokko gespielt, dann gegen Raja. Sie haben gesehen, wie sie sind und wie der Schiri dann auch damals dann so war dort. Wir haben auch gehört, dass der Schiri dann wird sein letztes Spiel dann machen. Und er hat auch sowieso dann eine riesen Auseinandersetzung dann mit dem marokkanischen Verband und das übt auch auf ihm noch mehr Druck. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie zum Kaff vor diesem Spiel dann an die Richter, an die Schiris dann vom ja, Spiel? Ja, grundsätzlich sind wir natürlich auch nicht happy, wenn der Schiedsrichter das letzte Spiel macht und dann nicht mehr dabei ist und keine Verantwortung mehr hat. Ich glaube, das ist nicht so glücklich gewählt und wir hoffen, dass das trotzdem korrekt ablaufen wird. بالتأكيد طبعا مش مبسوطين خالص من ان احنا عرفنا ان هو فعلا اخر ماتش ليه، ده معناه ان هو ما عليهوش اي مسؤوليات، هيعمل الماتش وخلاص. فطبعا شيء مزعج جدا، مقلق جدا، اختيار غريب جدا، لكن في النهايه بنتمنى ان هو يكون عادل وان يعني ما يكونش زي ما احنا متوقعين وان هو فعلا يفاجئنا بتحكيم عادل هناك. Thank you. Mina, yeah. This gentleman with the red shirt. The red one. تامر يوسف جريت الديار، طبعا مبارك لك على الفوز ومش عايزين نحبطك ولا نقول لك ان البطوله ضاعت، لا احنا واثقين في الجهاز الفني وفي اللاعبين، ولكن مدير فني الوداد قال جمله قبل المباراه، قال الاهلي ما كانش عنده شغف ان هو يزود النتيجه عن 2، وده اللي ساعده ان هو يتعادل وتوعد الاهلي هناك. فان شاء الله نتمنى استعداداتك قالوا في المؤتمر في المؤتمر الصحفي فنشوف رد حضرتك عليه ايه وصار معاه سفر الفرقه امتى ان شاء الله. gesagt dann das Problem bei Ali, dann nachdem sie 2-0 geschossen haben hatten sie keine Leidenschaft gehabt. Please guys, please can we listen please. Und deshalb dann wollen sie bestraft von einem Tor und ich bin sicher dann wir werden dort dann locker gewinnen. In Marokko. Was sagen Sie dazu und wann fliegen Sie nach Marokko? Ja, ich glaube, das liegt nicht am Trainer des Gegners zu beurteilen, wie wir gespielt haben oder wie wir mit welcher Leidenschaft wir gespielt haben. Okay, er hat sich anscheinend so geäußert. Ich will mich nicht weiter darüber هو اول حاجه هو مش من حق المدرب المنافس ان هو يتكلم على ادائنا ولا يتكلم على شغفنا ولا يتكلم على طريقتنا، لكن اسمح لي ان انا مش هعلق على كلامه خالص. ثانك يو كوتش، ثانك يو مستر ترانسليتور، ثانك يو ايفري بودي. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، مش هنتكلم على الكلام اللي قاله مستر كولر، هو طبعا غضبان من التحكيم واللي حصل، ولكن ان شاء الله نبص للي جاي. كابتن عادل، يمكن كابتن شريف والكابتن علاء اتكلموا على المرحله اللي جايه، خلاص انت كسبان، انت لحد دلوقتي انت المتفوق، الماتش اللي جاي وطريقه التعامل معاه. اسبوع التحضير هو دايما بيبقى اسبوع في برنامج بيحطه المدير الفني كويس، بيحطه مع جهازه كله. مفترض ان انت رايح تلعب مباراه بره فبتشتغل نفسيا على الاداء اللي انت عاوز تعمله هناك. هل التحضير للمباراه كان هيختلف لو النتيجه 2-0؟ طبعا كان هيختلف. خلي بالك كابتن، كل حاجه بتختلف مع النتيجه. انت هدفك ايه؟ ولكن في انديه، مثلا احنا بنتكلم في انديه ممكن تلعب، ودي الفلسفه دي ما جاتش في العالم الثالث في الكوره، خلينا نتكلم اللي هو مثلا في اوروبا، برشلونه، ريال مدريد، الفرق دي
خلاص خدوا على انهم حتى شالوا كمان الهدف الزياد. العب جوه بلعب بره، انا بروح العب كوره بهاجم وانت بتهاجم، القدرات والتكتيك. لكن انت ما زلت الى الان بتحسب حسبه المباراه، والمباراه بتحسب حسبه التحكيم وصعوبه التحكيم عليك لما بتروح بره او بتلعب مع فرق قويه زي الوداد، قويه مش في الكره بس، كمان في الاجواء عموما، في اجواء لا وغير اجواءهم اقويه جدا في كل حاجه. يعني خلينا يعني نتكلم في انه انت هتحضر لعبتك لازم تحضرهم نفسيا. اول حاجه انك انت لازم تشيل خلاص اثار المباراه الاولى، حتى لو كنت كسبت 3-4 هتشيل اثار المباراه الاولى انك انت كسبت مكسب كبير، او ان انت كسبت 2-1. خلينا نتكلم على الواقعيه بتاعت نتيجتنا مباراه اليوم 2-1، ده انت بتتكلم على نفسيا انك انت يبقى فرق جون واحد. يعني لازم تبقى عندك دفاع صارم جدا قوي جدا، انت بتشتغل على الهجمه المرتده عشان انك انت تسابق وتجيب جون عشان تخلص المباراه. فدي ليها تحضير وتحضير اخر نفسي الاول، وبعدين بتطبقه بدني. وبعدين الحاجه الثانيه المهمه، بطولة زي بطولة أفريقيا فاينل، أنا مش لازم أحفز اللعيبة، اللعيبة أصلا متحفزة. أنا بالعكس، ده أنا بعمل العكس، أنا بقلل الريتم شوية بتاع الضغط والكلام. يعني أحيانا تخرجهم بره أجواء المباراة، اللي في آخر يوم بس تدخلهم أجواء المباراة، إنك أنت ما ينفعش إنك أنت تفكرهم أو تذكرهم بمباراة إنك هتلعب فاينل أفريقيا. كل لاعب عارف اللي هو عايز اقول لك عليه ايه، انه لازم يموت نفسه ولازم يبقى كويس، لانه ده مجد وشرف وحاجه كبيره انه رايح يلعب في بطوله العالم، كاس العالم للانديه، دي حاجه مهمه جدا. فانت بالعكس بتقلل ريتم الضغط شويه على اللعيبه. دي من اهم وظائف المدرب في الوقت الحالي، انك انت ازاي تودي اللعيب ولا على ضغط قوي قوي ولا سايب قوي. في الفاينالات مفيش لعيب بيبقى سايب لانه الضغط. الحاجه الوحيده اللي ممكن اللي هو الناحيه النفسيه، الجراءه والقلب والقوه. في فرق ما بين انك انت، يعني عايز اقول لك احنا بنقولها بلغه الكوره، مثلا لما تيجي تقول للعيب خليك متحفز، خليك طول الوقت بتحاسب نفسك على الباص، على الاشتراك، على انك انت تبقى واقف متيقظ طول الوقت. دي المباريات دي كده. يعني انت لما تيجي تدافع وانت بتلعب بره بتحط في دماغك حاجتين، ان انا لو بلعب على ملعبي ممكن اعمل سبورت واحد، لكن دلوقتي انا بعمل ثلاثه. ايه هو الثلاثه؟ انك انت في كل خط ثلاث خطوط، كل خط سبورت الخط الاخر، وكل لاعب ليه سبورت اثنين لعيبه. ودي حاجه مهمه جدا، انك انت تضيق الملعب، انك انت ازاي تخلص من الهجمه اللي انت بتقطعها عشان تعمل هجمة تانية. يعني بما معناه لما الكرة تبقى معاك بتدافع هتهاجم ازاي، ولما بتهاجم هتدافع ازاي. لو انت المفترض بتلعبها طول الوقت وبتعمل كده طول الوقت كمدرب، بتشغل لعبتك على كده. لكن الاهم بره، الاهم بره في ايه؟ انك انت المساحات ليك هتبقى اعلى. لو انت حسستين هنا ان انا هدافع بس وما ليش رد فعل، هيضغط عليك جامد قوي، والضغط بيولد يعني زي بالمثل اللي بيقولوه كل الدق بايه بيفك اللحام، يعني دق كتير هيفك اللحام. انت محتاج انك انت طول الوقت يا كابتن ايمن تبقى واقف على رجلك، طول الوقت تبقى شايف النتيجه، قلبك يبقى حديد، ما يهمكش اي حاجه. كره القدم ما فيش حاجه بتحصل فيها للاعب، ودي مهمه جدا يا كابتن، ما فيش حاجة بتحصل في للاعب غلط، أو عايز أقولها بس عاوز أنقي الكلمة شوية. قول النهاردة هتنقيها النهاردة ولا هنقعد؟ لا هنقيها بسرعة. ماشي يعني. اتفضل. اللي هو إيه؟ اللي هو لاعب، حصل لك حاجة. بص يا كابتن، لاعب النادي الأهلي لازم يبقى عنده حاجتين، لازم يبقى جدير بفانته كويس وبروحه. ماشي. دي اللي بيكسبنا طول العمر. اللي طول العمر كنا بنراهن عليها. انت جبت سيرة ماتش كوتوكو الاولاني. أيوه. في بداية لما كنا بنكسب افريقيا. مظبوط. وجبت بطولات كتير قوي
انتوا كنتوا بتروحوا تلعبوا في كانيون ويندي المباراه اللي خدتوا البطوله من هناك، كنتوا النتيجه كانت قريبه، ورينجرز برضو النتيجه كنتوا انتوا الثلاثه كنتوا تلعبوا، والهلال لما كنا معاكم بقى احنا وافريكا سبور لما كنا عندنا حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان روحك وقوتك وشخصيتك انت الافضل وانت الاحسن حتى في عقر دارك. مش هتقدر ما انا بتكلم بتكلم على الفرقه يعني. حتى انت لو مين حتى لو معاك ايه حتى لو التحكيم هيبقى معاك طول المباراه، انا ما بدكش الفرصه دي، انا بموت نفسي. احنا وان واي بنروح ما بنرجعش، تروح للبطوله ترجعش، تقف راجل قوي جدع ان شاء الله، وهنعمل احنا وقعنا في كذا اختبار في الامور دي وربنا اكرمنا واكرمنا بجهدنا وعرقنا وتحضيرنا، فانت هتحضر الاسبوع ده ان شاء الله كلاعبين واحنا قلبنا معاهم. وفي اخر الامر احنا بنتكلم في يا كابتن النصر والهزيمه من عند الله طبعا. سامل اللي عليك طيب. اعمل اللي عليك وسيب اللي بقى على ربنا ان شاء الله. بس هو الاسلوب والفكرة هيختلف طبعا، ما انت هيختلف عن 2-1 2-1 معناه 1-0 لا قدر الله يخسرك البطولة، يبقى انت لازم تعمل ايه؟ تعمل حذر قوي جدا، ولكن كمان تعمل حسابك انك لازم تسجل هدف. ليه؟ يعني انت بيقولوا العكس، مثلا لو انت 2-0 المفترض انك تهاجم وتروح علشان انت نتيجتك متأمنة، لا غلط. انت بتتكلم على 1-0 اللي انت اللي لازم تروح، 2-0 دافع علشان الجون بيجي من خطأ واحد. فاللي احنا بنتكلم فيه ان شاء الله اتمنى ان احنا خلاص احنا بنساند فرقتنا باي نتيجه صحيح. بنساندهم واقفين وراهم وطول الوقت واقفين وراهم لانهم يستاهلوا. انت فرقتك وصلت فاينل، احنا واصلين فاينل، ده فخر انك واصل فاينل 7 سنين ولا كام سنه؟ 7 سنين وصلنا 6 مرات ايوه حاجه كده ايوه بالظبط، حاجه عظيمه جدا يعني، حاجه كويسه. وان شاء الله ناخد البطوله السنه دي ونلعب ونلعب كاس عالم كمان. احنا نادي يقدر يعمل كل الحاجات دي يا كابتن باذن الله رب العالمين. احنا نادي كبير ان شاء الله، ما بنخافش من حد ان شاء الله ونحترم، ولكن ما بنخافش. كلمه اخيره كابتن اسامه بقى قبل ما نروح نشوف مستر ميشيل يانكون هيكلم يقول ايه بعد المباراه. التحضير النفسي مهم جدا. هرجعك وافكرك كابتن علاء، بطوله 2006 اللي كانت الصفاقسي التونسي كانت في مصر، المباراه الاولى انتهت 1-1. بعد المباراه مباشره مانويل جوزيه دخل اوضه اللبس لعيبه الصفاقس، قال لهم انا رايح اخد البطوله من تونس. بدا يحط الضغط على لعيبه تونس هناك، انا هروح هناك برغم النتيجه 1-1 وانت هناك رايح محتاج لازم تسجل. مزبوط. وسجلت في اخر ثواني في المباراه، فانت بدات تحط الضغط عليهم. علشان كده لازم النغمه من كل جماهير النادي الاهلي، من الجهاز الفني، احنا نروح ناخد البطوله. علشان كده الرسائل دي كلها بتوصل هناك للوداد، لجماهيره، لمسؤوليه، لكل الناس، ان الاهلي رايح هناك ان شاء الله البطوله هتكون هناخدها من النغمه، رغم الظروف الصعبه، رغم التحكيم، رغم جماهير الوداد، رغم كل حاجه، مفيش اعذار هناك. هو ده التحضير النفسي، وهي دي الرساله لازم توصل للعيبه ومن الجهاز الفني. سعيد جدا بكلام كولر في المؤتمر الصحفي، كلامه والقائه على التحكيم، دي برضو رسائل لازم توصل للاتحاد الافريقي. صحيح. النهارده مباراه للاسف الحكم الليبي ادارها بشكل سيء لا تليق بالنهائي الافريقي ولا شخصيه ولا اداره مباراه. كابتن ناصر اتكلم في لقطتين كانوا غيروا مجرى المباراه تماما. مظبوط. ركله جزاء في اول المباراه وطرد صحيحه 100% لحسين الشحات، وده خلي بالك الطرد يعني ده فضيحه، كره معديه، اتنين رايحين انفراد، بيرسي تاو واحمد عبد القادر، مفيش اخر لاعب في الملعب والكره معديه، وخلي بالك ايه ده طالع ومتعمد وفارد ايده، يعني لقطه فضيحه جدا. فانا سعيد برضو ان هو القى النهارده الضوء على التحكيم الافريقي، علشان الاتحاد الافريقي خلي باله هناك، احنا شفنا هنا يعني كوارث في المباراه اللي في القاهره، لا هناك ما ينفعش. صحيح. ما ينفعش الشكل هيبقى بالشكل ده، تبقى فضيحه وعار للاتحاد الافريقي بالشكل اللي احنا شفناه في التحكيم، وبالشكل اللي احنا شفناه في التنظيم السنه اللي فاتت، وبرده المباراه تبقى في ملعب واحد او في لصالح فريق. لكن انا بقول لعيبه النادي الاهلي احنا مش عايزين نرتكن
للتحكيم، مش عايزين نرتكن لكل الاعذار اللي احنا ممكن نقولها. لا احنا عندنا هدف واحد، هدف واحد ان يوم 11/6 ان شاء الله تكون البطوله 11 للنادي الاهلي، وهو ده التحضير الفني. كولر اكيد هيبدا يذاكر المباراه ازاي هناك، السيناريو اللي هيحطه لاداره المباراه. احنا بنتكلم وبنقول من ضمن الارقام الجيده للنادي الاهلي في خلال الفتره اللي فاتت اقوى دفاع، بتتكلم في كم عدد مباريات كتير، انت اقوى هجوم واقوى دفاع. المباراه اللي جايه هناك محمد الشناوي ان شاء الله يرجع لك، مصطفى شوبير النهارده حط شهاده ميلاده في النادي الاهلي وبيقول انا موجود وبقوه وبنافس وحاجه مشرفه ومنوره للمستقبل. صحيح. عوده محمد الشناوي برده مع مصطفى شوبير مع علي لطفي هتكون مهمه جدا، حارس كبير. صحيح. عنده خبرات كبيره، ازاي المباريات دي يتعامل مع الاجواء دي، يقدر يتعامل معاها. صح. برده من الحاجات الايجابيه النهارده مروان عطيه وحمدي فتحي الاثنين ما خدوش الانذار الثالث وممكن يغيبوا، فانت ان شاء الله كل لعيبه النادي الاهلي تكون موجوده عندك. لو انت بتتكلم عن اداء الاهلي امام الوداد لا بتتكلم فنيا الكفه هنا وهنا، لا ده انا بقول لك مليون في الميه لعيبه النادي الاهلي افضل. النادي الاهلي كحلول هجوميه سواء من حسين الشحات او بيرستاو او احمد عبد القادر او محمود كهربا، كل اللعيبه الموجوده انت افضل. على النواحي الدفاعيه وحراسه المرمى انت الافضل، خط وسط ما شاء الله عندك لعيبه مميزه جدا. صحيح. فانت النهارده لازم ممكن تلاقي في الاعلام بعض المغرضين خلال الاسبوع ده، في ناس مش عايزاك تاخد بطوله افريقيا، في ناس هتكسر فيك، لكن احنا كاعلام اهلاوي كجماهير النادي الاهلي لازم السوشيال ميديا ولازم اعلامنا ولازم صوتنا لازم يوصل للعيبه ولازم يوصل للجماهير المغربيه. صحيح. والمسؤولين والفوزي لجح كمان قبل كل الناس دي، البطوله السنه دي ان شاء الله اهلاويه بإذن هناك هنروح ناخد البطوله من المغرب. علشان كده التحضير النفسي مهم جدا، دوافع اللعيبه مهمه جدا، فني وكولر ازاي هناك. خلي بالك انت بتتكلم السنه دي ان شاء الله على موسم يكون استثنائي للنادي الاهلي ان شاء الله في تحقيق كل البطولات، سواء خدت 2 سوبر سواء خدت كاس مصر سواء الدوري ان شاء الله انت الاقرب ليه، فانت بتتكلم السنه دي في موسم استثنائي وبطوله ان شاء الله تكون من نصيبك هي بطوله بإذن الله. دوري ابطال افريقيا. فعلشان كده لازم النغمه ولازم كل الرسائل اللي توصل للعيبه بإذن لازم تكون ان شاء الله ايجابيه خلال الفتره اللي جايه باذن الله. طبعا الفكر لازم يكون ايجابي زي ما قالوا الكباتن. مكاسب الماتش النهارده، انت كسبت الماتش، كسبنا كمان من ضمن المكاسب النهارده حارس مرمى هيكون مستقبل مصر والنادي الاهلي مصطفى شوبير. تعالوا نشوف مستر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي قال ايه بعد المباراه، ونرجع لحضراتكم مره اخرى. ما هو رايك في المباراه والنتيجه؟ أود الإشارة إلى أننا فزنا، ولكن للأسف تلقينا هدف قبل النهاية، وأنا فخور جدا بأداء مصطفى شوبير في النهائي. ليس من السهل أن تؤدي مباراة كهذه في النهائي، ونعلم أن مصطفى يلعب خلف علي لطفي وخلف الشناوي. الأمر ليس سهلا، ومصطفى لعب بدون ضغوط عليه وكأنه لاعب يجيد هذه الأنواع من المباريات. مصطفى كان يؤدي بشكل جيد جدا في التدريبات ولهذا ظهر بهذا المستوى. لسوء الحظ كان الشناوي مصابا، ولكن مصطفى شوبير أدى ما عليه. ما هو رأيك في المباراة القادمة في المغرب؟ لدينا فرصة كبيرة للفوز باللقب ولدينا حراس مرمى كبار، ليس مهم من سيقف في المرمى، ولكن المهم أنهم جميعا سيكونون مساعدين لتحقيق الفوز والبطولة. ماذا تقول لشوبير بعد المباراة اليوم؟ سأتحدث مع مصطفى غدا، سأخبره أنني فخور به، ولكن عليه العمل بشكل كبير، عليه العمل على نفسه أيضا وعليه مساعدة فريقه. هو أدى أداء جيدا، ولكن يجب عليه مواصلة العمل. طبعا شفنا رضا عن مستوى مصطفى شوبير، إن شاء الله حارس مرمى هيكون مستقبل مصر والنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن شريف، لو اختارنا في النهايه رجل مباراه اليوم، حسين شحات ومصطفى شوبير.
اخترنا واحد. هو رجل. رجل يعني واحد بس. سامع عربي بيديك ستة. ايوه بتختار منهم واحد في الاخر بس مش معانا الحمد لله. اسامة ده حالة استثنائية. مصطفى شوبير. مصطفى شوبير ماشي. ده معناه ان الاهلي يعني كان عليه ضغط جامد النهارده. ما هو الراجل طلع ثلاث اربع كور والتاني عمل كورتين عالميتين. فده تدينا ملخص هم ادوا مين راجل المباراة. ايوه صحيح. الاتحاد الافريقي ادى مين راجل المباراة؟ لا لسه ما في ما اداش حاجة. مستنيين. ايه ده لسه قال مصطفى شوبير. ايوه رجع في كلامه. اديته حقه بقى مصطفى شوبير. ندي الراجل التاني حقه. لا بص ما فعلا كل واحد يعني بجد الاثنين النهارده حاجه بس ده كل ده من ناحيه وده من ناحيه. ليكم النهارده اهايل كبدايه وما شاء الله ده حارس مرمى واحد ربنا يوفقه ويكرمه لكن النهارده حسين الشحات. كابتن عادل انا شايف ان الكره المؤثره اللي عملها مصطفى شوبير دي ودتنا يعني خلتنا نمشي كويس. اختاروا واحد عشان نخلص. انا مصطفى شوبير. مصطفى شوبير. كابتن اسامه يعني انا مع الكباتن مصطفى شوبير عمل مباراه كبيره. انها اول مباراه يعني تعتبر تتكتب في تاريخه يعني انها مباراه صعبه وكانت بدايه حظ وحش في الهدف لكن حسين الشحات صنع هدفين حلوين فانا اعتبر حسين الشحات رجل مباراه. يبقى عندنا حسين الشحات ومصطفى شوبير. طيب يبقى انا هقول مصطفى شوبير لانه كان عنصر مؤثر فاتنين اتنين اتنين حسين الشحات واتنين مصطفى شوبير. كابتن علاء انت قلت حسين الشحات. اه طبعا لا ده كابتن شريف اللي قال حسين الشحات وانا قلت حسين الشحات. رجعت في كلامك وقلت حسين الشحات. انت بصوتين قلب الام. انت لا لا هو الموضوع هو الموضوع لا مش موضوع ان خلاص ان مباراه تقيله جدا صحيح. واول مره بيلعب فاينل افريقيا انت تعرفنا صح هتشرح ليه دخل بقى النصر ونقفل خلاص كده خلاص بكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الذهاب في نهائي دوري الابطال الافريقي بين النادي الاهلي ونادي الوداد المغربي والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه وبالتوفيق ان شاء الله في المباراة القادمة مباراة الحسم بإذن الله قادر النادي الأهلي على الحسم لصالحه إن شاء الله والتتويج بالبطولة رقم 11 الأفريقية. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة كابتن شريف عبد المنعم. شكرا كابتن شرفتين. شكرا كابتن ومبروك النهاردة وإن شاء الله يوم 11 مبروك برضو وهنكسب 2-1 إن شاء الله رب العالمين. كابتن أسامة حسني شكرا كابتن شرفتين. شكرا كابتن أيمن ويوم 11/6 إن شاء الله نبارك لبعض وتبقى البطولة 11 نادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله رب العالمين. كابتن علاء ميوب شكرا كابتن شرفتين. شكرك أيمن مبروك النهاردة الشوط الأول الحمد لله عدنا في القاهرة الشوط الثاني إن شاء الله في المغرب إن شاء الله على خير ونرجع بالكأس إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. كابتن عادل شكرا نروح إن شاء الله هنكسب وهنبقى ناخد بطولة أفريقيا يا رب إن شاء الله. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وورقة حياة.